بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. سوف تستمعون في هذه الحلقة إن شاء الله إلى عدد من الإجابات. أولها سؤال من المرسل عين ميم ألف من الرياض، يسأل عن كيفية السلام على الأموات عند زيارته، ثم سؤال له عن خروج المعتدة إلى بيت ولدها القريب منها، ثم بعد ذلك أسئلة من المستمعة أم عبد الله تقول في أولها ما شروط التوبة وما أوقاتها، ثم تسأل عن موانع قبول الدعاء وأسباب تأخر الإجابة، وفي آخر أسئلتها تسأل عن بعض صور الحلف. مجموعة من الأسئلة للمرسل إبراهيم عبد العزيز أبو حامد من الرياض، يسأل في أولها عن زيارة القبور، ثم يسأل عن زيارة القبور للنساء، وبعد ذلك يسأل عن التبرك بأثار الصالحين، ثم يجيب فضيلة الشيخ عن أسئلة للمستمع ألف عين من الرياض عن انتفاع الأحياء بالأموات وعن حكم التوسل بالأموات وحكم قراءة القرآن على القبور وإهداء ثوابها للأموات. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. السؤال الأول في هذه الحلقة من المستمع عين ميم ألف من الرياض، يقول أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ صالح الفوزان. أولهما يقول توفي والدي رحمة الله عليه وذهبت لزيارة قبره في المقبرة، فلا أدري ما كيفية السلام عليه وعلى جميع الأموات، أرجو أن تبين ذلك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن زيارة القبور لغرض السلام على الأموات والدعاء لهم والاستغفار لهم أمر مشروع وسنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبور الغرض منها شيئان: الشيء الأول الدعاء للأموات المسلمين والاستغفار لهم، الشيء الثاني الاتعاظ والاعتبار بأحوال الموتى. ففيها مصلحة للحي ومصلحة للميت. مصلحة للحي في كونه يعتبر ويتعظ ويتذكر ويلين قلبه، ومصلحة للميت بأن تلحقه دعوة صالحة من أخيه الزائر. وصفة زيارة القبور والسلام عليهم أنك إذا أقبلت عليهم، أقبلت على القبور، تستقبلهم بوجهك وتقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا لعموم الأموات في المقبرة. ثم تذهب إلى القبر الذي تريد زيارته بالخصوص، فتقف عليه وتسلم عليه السلام المعتاد مع الأحياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تدعو له بما تيسر من الدعاء مستقبل القبلة، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتدعو للميت ثم تنصرف. نعم، في أثناء إلقاء السلام على الميت يكون القبر بينه وبين القبلة بين مسلم القبلة. يصلح هذا، ويصلح أنه يأتي من قبل وجهه، ويصلح أنه يقف ويستقبل القبلة. نعم، واقفا أو قاعدا كله سواء. يقول في سؤال الآخر: منزلي ملاصق لمنزل والدي رحمه الله تعالى، فهل هناك من بأس إذا قامت والدتي بزيارتي في بيتي وهي الآن معتدة لوفاة والدي، أفيدونا جزاكم الله خير. معتدة للوفاة تبقى في بيتها، وهذا من أحكام العدة وأحكام الإحداء، تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة ولا تخرج منه إلا لحاجة لا بد منها، والزيارة ليست لازمة، فبإمكان قريبها أو صديقها أن يزورها في بيتها. وأما أنها هي التي تذهب للزيارة فهذا أمر غير ضروري ولا حاجة إليه. نعم. المستمع فاء سين عين يقول:
يقول إن رجلا له 4 نسوة طلق إحداهن ويسأل عما يلزمه لأنه يريد الزواج مرة أخرى. يلزمه أن ينتظر حتى تخرج المطلقة الرابعة من العدة، إذا خرجت من العدة فإنه يتزوج مكانها وإن كان الطلاق بائنا. وإن كان بائنا، لأن أثار النكاح لا تزال باقية ما دامت العدة. هذه أم عبد الله أرسلت عددا من الأسئلة تقول في أولها: ما شروط التوبة وما أوقاتها؟ التوبة ليس لها أوقات، هي مطلوبة في كل وقت وتجب المبادرة بها ولا يؤخرها إلى وقت مستقبل، لأنه لا يدري هل يدرك المستقبل ولا يدرك، فعليه المبادرة إلى التوبة في أي وقت كان من ليل أو نهار. وأما شروطها فهي كما ذكر العلماء: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنوب وعدم البقاء عليها، فالذي يتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب لا يتحول عنه هذا غير تائب، توبة باللسان لا تكفي. الشرط الثاني أن يندم على ما حصل منه، أما الذي لا يندم على ذنوبه ولا يخاف منها فهذا ليس بتائب. الشرط الثالث أن يعزم أن لا يعود إليها طيلة حياته، فإن كان في نيته أن يعود إليها في وقت آخر أو في مكان آخر فهذه توبة مؤقتة لا تصح، لا بد أن تكون التوبة دائمة وباقية. فإذا توفرت هذه الشروط التوبة صحيحة، وإذا كانت التوبة من حق بينك وبين مخلوق تعديت عليه بمال أو عرض أو غير ذلك من أنواع الظلم فلا بد من إعادة الحق إليه أو طلب مسامحته، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا بعفوه عنه أو إيصاله إليه. نعم. شيخ، تحقيق الندم في نفس التائب كيف تحصيله؟ يندم على الذنوب التي مرت ولا يكون غير مبال بها ولا خايف منها. نعم. السلام عليكم. تقول بسؤال آخر: ما موانع قبول الدعاء وأسباب تأخر الإجابة؟ موانع قبول الدعاء كثيرة، منها أكل الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: في الرجل يطيل السفر أشحث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. ومن موانع قبول الدعاء أن يدعو وقلبه غافل، فإذا دعا الإنسان فلا بد أن يكون حاضر القلب موقنا بالإجابة، فإن كان غافلا أو كان لم يوقن بالإجابة فإنه لا يستجاب دعاؤه. وكذلك من موانع الدعاء أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. أقول في آخر أسئلتها: ما حكم من حلف بالله وعلى المسلم؟ وأما تأخير الإجابة فهذا راجع إلى الله وهو أعلم بمصلحة عبده، فقد يعجل له الإجابة وقد يؤخرها لمصلحة العبد ويدخرها له عنده سبحانه وتعالى، أو يدفع عنه من السوء مثلها. ولذلك جاء النهي عن أن الإنسان يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل عليه أن يكثر من الدعاء وأن يوقن بالإجابة ولا يستبطي الإجابة فيقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ربما يكون تأخير الإجابة خيرا له وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها: ما حكم من حلف بالله وعلى المصحف على ترك ذنب ثم عاد إليه، وذلك لأنه لم يجد سبيلا يردعه عن ذلك وهو ناوٍ التوبة الآن، وما توجيهه؟ الحلف على المصحف غير مشروع، بل استخدام المصحف للحلف هذا من امتهان المصحف، فلا يستعمل المصحف للحلف عليه كما يفعل بعض الجهال. وأما إذا حلف ألا يفعل شيئا ثم فعله مختارا ذاكرا ليمينه فإن عليه الكفارة، قوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهذه الكفارة. إذا حلف ألا يفعل معصية ثم وقع فيها وجب عليه أمران: الأمر الأول تكفير عن يمينه التي حنث فيها، والأمر الثاني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن تكررت منه الذنوب والمعاصي فإنه يكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. هناك صور يظنها بعض الناس من تفجير المصحف احترامه وليست كذلك، مثل هذه القضية نحن فعلها. نعم. ومثل
ومثل أن يبرز في آيات على الجدران، ومثل أن يجعل في ساعات التنبيه العذاب، هل يعد هذا امتهانا أو تكريما؟ كل هذا من العبث بكتاب الله عز وجل ومن امتهانه وابتذاله. الواجب أن يبقى القرآن في المصحف أو محفوظا في الصدور، وأما أنه يكتب في لوحات أو في ساعات ترسم أو يكتب في آلات على آلات مثل الساعة أو مثل سائر الآلات أو على السيارات أو على الجدران، وكل هذا من العبث بكتاب الله عز وجل، فيجب صيانة كتاب الله عن هذه الأمور. نعم، أحسن الله إليك. هذا المستمع إبراهيم بن عبد العزيز أبو حامد من الرياض يقول في أول أسئلته: ما حكم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم؟ زيارة القبور عموما مشروع، حتى زيارة قبور الكفار من أجل الاعتبار والاتعاظ، وزيارة قبور المسلمين للاعتبار والاتعاظ أيضا وللدعاء لهم والاستغفار لهم. فزيارة القبور مشروعة، ويدخل فيها زيارة قبور الأنبياء والصالحين، لا من أجل دعائهم والاستشفاع بهم والتوسل بهم كما يفعله القبوريون، وإنما من أجل الاعتبار والاتعاظ ومن أجل الدعاء لأموات المسلمين والاستغفار لهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ لا تجوز زيارة القبور للنساء، إنما زيارة القبور خاصة بالرجال، وبشرط أن لا تكون بسفر، فلا يسافر لأجل زيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء والصالحين ولا قبور الوالدين أو غيرهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يسافر لأجل العبادة في مكان أو عند مكان إلا هذه المساجد الثلاثة، وأما ما عداها فلا يجوز السفر إلى مكان من أجل العبادة فيه، لأن ذلك من وسائل الشرك، ومن ذلك زيارة القبور، فلا يسافر إليها. لكن من كان في البلد أو قدم على البلد فلا بأس أن يزور القبور التي فيه زيارة اعتبار واتعاظ ودعاء لأموات المسلمين. وأما النساء فإنها لا تزور القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. واللعن يقتضي شدة التحريم، وأن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأن المرأة ضعيفة، وقد يحصل منها عند قبر قريبها يحصل منها الجزع والنياحة وعدم الصبر، وأيضا لأن المرأة فتنة، قد يحصل عند زيارتها للقبور اختلاطها بالرجال أو أن يعتدى عليها. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء زيارة القبور لما في ذلك من المفاسد والمحاذير. نعم، سابقكم الله وأحسن عليكم. يقول به سؤال ثالث: هل يجوز التبرك بآثار الصالحين مع ذكر الدليل على ذلك؟ لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، ولأن الصحابة وهم أحرص الناس على الخير لم يكونوا يتبركوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبور الصحابة، وهكذا عمل المسلمين على اختلاف القرون ما كانوا يتبركون بآثار الصالحين من بيوتهم أو قبورهم أو المساجد التي صلوا فيها أو الأمكنة التي جلسوا فيها، ما كانوا يفعلون ذلك. حتى مع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جلس فيها أو صلى فيها ما كانوا يذهبون إليها، ما كانوا يذهبون إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، ما كانوا يذهبون إلى مكان خيمة أم معبد على طريق الهجرة التي جلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانوا يتحرون الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، وكانوا يحيونها ويجعلون فيها مساجد. ليس هذا من عمل المسلمين، لما في ذلك ذلك من الخوف من حدوث الشرك، لأن هذا من أقرب وسائل الشرك. وإنما يجوز التبرك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من شعر أو عرق أو ريق، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أو بثيابه التي كان يلبسها، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وقد انقطع هذا بوفاته فلم يبق له آثار بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني منفصلة من جسمه. وأما حجرته وأما بيته وأما مجالسه التي كان يجلس فيها فما كان المسلمون يقصدونها ويتبركون بها، لأن ذلك من وسائل
نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: هل يحصل للأحياء نفع من الأموات في الدنيا؟ الأحياء لا يحصل لهم نفع من الأموات، وإنما العكس، الأموات يحصل لهم، قد يحصل لهم نفع من الأحياء بالدعاء لهم والتصدق عنهم والحج والعمرة عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت هو الذي ينتفع بما يلحقه من أعمال الحي الصالحة التي جعل ثوابها له، أما العكس وهو أن الحي ينتفع من الميت، فالميت لا يقدر على نفع نفسه وقد انقطع عمله، فكيف ينفع غيره؟ نعم. في آخر أسئلته يقول: ما حكم التوسل بالأموات؟ لا يجوز التوسل بالأموات، وهذا قسمان: توسل بالأموات إن كان معه صرف شيء من العبادة لهم كالذبح لهم والنذر لهم والتبرك بقبورهم والطواف بها فهذا شرك أكبر، وهذا ما كانت تفعله الجاهلية، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كان مع التوسل بالميت بذل شيء من العبادة له من ذبح أو نذر أو تبرك بتربته أو غير ذلك فهذا شرك أكبر، أما إن كان مجرد توسل بأن يدعو الله جل وعلا ويقول بجاه فلان أو بحق فلان فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. على كل حال التوسل بالأموات لا يجوز مطلقا، لكن إن كان معه شرك فإنه شرك مخرج من الملة، وإن كان ليس معه شرك وإنما هو مجرد توسل فهو بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليك. المرسل ألف عين يقول في سؤاله الأول: ما حكم تقديم النذور إلى الأولياء؟ سبقت الإجابة عن ذلك، أن فعل أي نوع من أنواع العبادة للأولياء من ذبح أو نذر أو طواف أو تبرك أو غير ذلك أن هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: نرى بعض زوار يقوم بتمسيح القبور وتقبيلها، فما حكم ذلك؟ سبقت الإجابة عن ذلك، لأنه لا يجوز التبرك بالقبور أو التبرك بترابها أو التمسح بها أو بحجارتها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، إن كان يظن أن هذا سبب لإجابة الدعاء فهذا وسيلة من وسائل الشرك وهو بدعة، وإن كان يظن أن هذا يحصل له مقصوده وتقضى به حاجته فهذا شرك أكبر، لأنه دعاء لغير الله. نعم. سؤال آخر يقول: ما حكم قراءة القرآن على القبور وإهداء ثوابها للأموات؟ هذا شيء لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، قراءة القرآن للأموات لم يثبت بها دليل، وأمور الأموات وأمور البرزخ لا يجوز حمل شيء إلا بدليل، ولم يرد أن السلف كانوا يقرؤون القرآن للأموات ويهدون ثوابه للأموات، وإنما الذي ورد الدعاء للأموات والاستغفار لهم. نعم. أحسن الله إليكم. بقوله الشيخ: إهداء ثواب الأموات. أحيانا نسمع من بعض العوام يقول: أستغفر الله ثواب الأموات، لا إله إلا الله ثواب الفلان، هذا عمل صحيح؟ هذا دعاء، لكن ما له داعي يقول ثوابه، يقول أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر لفلان أو اللهم اغفر لفلان أو أستغفر الله لفلان أو ما أشبه ذلك بدون يقول أهدي ثوابه، لأن هذا معناه أنك تفصح عن نيتك، ولا يجوز التحدث بالنية، لأن الله يعلم النية بدون أنك تتحدث بها. نعم. يقول بدل عن ذلك: كل استغفر الله لفلان أو اللهم اغفر لفلان. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بها. أو يعمل العمل والصدقة وينويها لفلان بقلبه بدون أن يتلفظ. نعم. صدقة أو دعاء؟ أي نعم، صدقة، صدقة بالذات، والأضحية إذا أراد أن يذبحها، والحج والعمرة ينويها للميت ولا يتلفظ بذلك إلا عند الإحرام، إن كان ذكر أن هذه العمرة لفلان أو نيابة عن فلان من أجل أن يذكر نفسه بذلك فلا بأس بذلك، لكن كلما أسر هذا في نفسه فهو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا الكرام، تكرر بالجواب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. في ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحية من زميلي في هندسة الصوت الخيط الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.